اولا انا بغيت نشكر مؤسسه جدارة على هذه المبادره. وكتعرفوا اليوم الاهميه ديال الشباب وديال راس مال البشري اللي سيدنا الله ينصرو كيعطينا توجيهات اللي غاديه في هذا السياق اللي اليوم خدامين عليه الجمعيات. وهذا التقارب اللي كاين مع الوزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكذلك المؤسسات والجمعيات اللي كيتكلفوا بالمساعده ديال جميع الطالبات والطلبه. انا بغيت نشكر بحال هذا المجتمع المدني لان كيلعب الدور ديالو. وفي هذه الظروف هذه مع الزلزال داروا واحد المبادره باش يتكلفوا بالطالبات والطلبه بحال ما دارت وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ولكن اللي بغيت ناكد عليه وهو راه حنا كنعرفوا اليوم بان التمكين ديال الانسان كيف ما كيعملوا جميع المؤسسات والمجتمع المدني اللي كيساعد باش الطالبات والطلبه يدرسوا ولكن يواكبوهم باش يتعلموا هذه المهارات الذاتيه والكفاءات والثقه في النفس اللي اليوم ولات مهمه باش تكون المناعه الكافيه باش الشباب ديالنا يواجه التحديات اللي كاينه اليوم. اليوم لا تحديات كبيره لا على الصعيد السوسيو اقتصادي ولا على الصعيد الدولي كيف ما كنشوفوا. وكنظن بان قد ما كان الانسان ممكن قد ما قادر باش يدير باش يواجه التحديات هذه اللي كاينه اليوم. الشكر للجميع الجامعات محمد السادس ديال علوم الصحة اللي استقبلوا هذا اللقاء لأن الجامعات هي عندها واحد الدور ديالها في المجتمع المدني ماشي غير الدراسة. عندها دور ديال التكوين وديال العلاقة مع المجتمع المدني وداروها في يوم الأحد. أنا بغيت نشكرهم لأن باش يجمعوا جميع الطالبات والطلبة اللي هما مدعوين لهذا اللقاء هذا.